حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. سنناقش فيها تطورات العملية العسكرية الجارية غرب محافظة شبوة. تجري غرب محافظة شبوة معركة تحرير بيحان من قبضة الميليشيا بعد تمكن قوات الجيش والمقاومة من السيطرة على مديرية عسيلان النفطية ومديرية حريب التابعة إداريا لمحافظة مأرب. وكانت العملية العسكرية قد انطلقت صباح السبت بهدف تحرير كامل مناطق شبوة وتأمين المناطق المحيطة بها بمساندة من طيران التحالف العربي. وتشارك في العملية ألوية عسكرية تابعة للجيش الوطني، بينها اللواء 21 ميكا الواقع في محافظة شبوة واللواء 19 ميكا، بالإضافة إلى كتائب عسكرية انضمت مؤخرا إلى وحدات الجيش الوطني وتم تدريبها في مأرب، وكذا الكتائب الأخرى التابعة لمحور شبوة. اللجنة الأمنية بالمحافظة ناقشت مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهة بيحان وما حققه الجيش والمقاومة المؤيدة للشرعية من انتصارات مهمة مكنتها من استعادة السيطرة على بعض المواقع الحيوية من الميليشيا. يذكر أن مديرية بيحان تجاور محافظة البيضاء من ناحية الشمال، والتي تشهد استعدادات عسكرية من قبل قوات الموالية للشرعية لتحريرها من الميليشيا. إذن مشاهدينا، تطورات العملية العسكرية الجارية غرب محافظة شبوة موضوع نقاشنا هذه الليلة، لكن بعد متابعة هذا التقرير. شعبتم صباحاً أيها المقاتلون. تحقق القول الذي رفع صباح السبت، أصبحت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مشارف بيحان بعد سيطرتها شبه الكلية على حريب وعسيلان بين مأرب وشبوة. أول ما أبشركم بالنصر اللي لابد منه ومحتوم، وفي هناك ثلاث ألوية في بيحان قد الحضر لها فترة، في حريب لواء، وفي شرق بيحان لواء، وفي أسفل بيحان لواء. خلال يومين فقط أنجزت العملية العسكرية التي انطلقت لتحرير ما تبقى من مناطق شبوة ما لم تنجزه خلال الأشهر الماضية. تشكل حسم معركة عسيلان وحريب بداية رسم معالم جديدة في الخارطة الشرقية بوصفها عنوانا لمعركة ستحسم قدرة الميليشيا تماما على التحكم بمنابع النفط والتهريب. في معركة ما قبل السيطرة الكاملة على عسيلان وحريب شارك فيها طيران التحالف، قتل 13 عنصرا من ميليشيا الحوثي وأسر 7 آخرون، فيما أصيب نحو 30 من رجال الجيش والمقاومة بإصابات متفاوتة. تحرير المنطقة النفطية التي تقع في الجهة الغربية من شبوة يعني تحرير وتأمين أهم حقول النفط ومواقع عدة لشركات عالمية، كما تمهد الطريق للسيطرة على بيحان آخر معاقل الميليشيا. تستمر قوات الجيش الوطني في تطهير المناطق شبرا شبرا من جيوب الميليشيا، وتعبد القوات طريق زحفها نحو تحرير كامل مناطق شبوة وما تبقى من مناطق مأرب بما في ذلك بيحان ومن ثم صرواح. قلب الصحراء حتى الآن لا يسيع سوى الفرحة بنهار ختم فترة من الإنجازات العسكرية شرق البلاد. يدرك الجيش الوطني والمقاومة تماما أن الحرب لن تضع أوزارها غدا، فالإبقاء على تأمين منابع الثروة والطاقة يعني قطع إمدادات الميليشيا تماما وسد منفذ مرور الأسلحة والمشتقات من المنطقة الساحلية في شبوة وحضرموت إلى البيضاء الخاضعة لسيطرتها. إذن مشاهدينا، نرحب بضيوفنا من مقر العمليات العسكرية لمعركة تحرير غرب شبوة، قائد اللواء 21 ميكا العميد جحد الحنش، ومن عتق أيضا القائم بأعمال المحافظ علي بن راشد، على أن ينضم إلينا لاحقا من الرياض الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج، وأيضا من موسكو الأكاديمي والسياسي دكتور عبد الباري باكر. نبدأ معك سيادة العميد جحد الحنشة، مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا. سيادة العميد، أين وصلت عملية تحرير بيحان حتى هذه اللحظة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. نعم، الحمد لله، تحركت قواتنا من منطقة التعسكر الدائم إلى منطقة الصفراء، ونحن الآن في اشتباك مستمر مع العدو وتم قطع الإمدادات عليه. نعم، في منطقة الصفراء ولله الحمد هناك شهداء لدينا ونسأل الله أن يتقبلهم، والحمد لله تمت محاصرة المجموعة المتبقية في منطقة الصفراء، تمت السيطرة على جبل الصفراء، والأمور طيبة إن شاء الله ونصرنا قريب بإذن الله تعالى.
نعم سيادة العميد، بالنسبة لمديرية عسيلان وحريب، هل تم إحكام السيطرة عليها بالكامل؟ وهل باتت مؤمنة بشكل كامل؟ الحمد لله تمت السيطرة على كثير من المناطق في مديرية عسيلان، ونحن طبعا نضع في ضمن منطقة مديرية عسيلان، وإن شاء الله قريبا سيتم تحرير باقي المناطق. نعم سيادة العميد، هل لديكم من الإمكانيات والقوات والعتاد ما يكفي لتأمين المناطق المحررة؟ الحمد لله بدعم الأخوة الأشقاء في التحالف العربي، هناك مدد جوي مستمر وحين طلبه في أي وقت، فهو دائما الدعم الرئيسي لنا في هذه المعركة الفاصلة إن شاء الله. نعم سيادة العميد، من الواضح أن المناطق التي جرى ويجري استكمال تحريرها هي مناطق محاذية لمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، الأمر الذي يهدد عملية تأمين هذه المناطق تماما. ما مدى قدرة قوات الجيش والمقاومة على الحد من أي خطر محتمل؟ في هناك مقاومات شعبية مستمرة في هذا الاتجاه، وتعد الخطط إن شاء الله، ونحن إن شاء الله تعالى بعد تحرير المناطق الموكلة إلينا فيها سنستمر أينما وجهتنا غيرتنا السياسية والعسكرية. نعم، ولكن سيادة الحميد، إذا ما تحدثنا عن مثلا حجم القوة العسكرية التي شاركت في عملية التحرير، هل بالإمكان تحديثنا عن حجم هذه القوات التي شاركت في العملية؟ نحن شاركنا بقوام كتيبتين في الوقت الحالي، والدعم مستمر وأمورنا طيبة إن شاء الله، وفي أي وقت يعني تدعمنا القيادة السياسية والعسكرية. نعم، وأخوان في التحالف بدعم كبير جدا وغير منقطع. نعم، ماذا عن مدينة بيحان؟ بيحان هناك في جيوب للمقاومة في بعض الأماكن، وإن شاء الله في الساعات القادمة سترون وستسمعون إن شاء الله الأشياء المفرحة تعالى. نعم سيادة العميد، يجري الحديث عن عشرات العناصر تمكن الجيش والمقاومة من أسرهم، ما مصير هذه العناصر؟ نحن في اتجاهنا لم نأسر في الوقت الحالي أي من الحزبية، لكن هناك قتلى في صفوفهم نتيجة الضربات الموجعة من قبل طيران ومن قبل منفعية اللواء، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية الداعمة لنا في الاتجاه الشرقي لمديرية عسيلان. إذن سيادة العميد، العميد جحد الحنش، كنت قائد أو كنت معنا عبر الهاتف من شبوة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، سينضم الآن القائم بأعمال محافظة شبوة علي بن راشد، لا أدري هل صار موجود معنا على الخط؟ إذن مشاهدينا، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على مديرية حريب بالكامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع جنوب شرق مأرب، حيث قالت المصادر الميدانية أن 13 حوثيا قتلوا في هذه المعارك، وأصيب آخرون وأسر سبعة خلال هذه المعارك، فيما جرح قرابة 30 من أفراد الجيش والمقاومة. أيضا مشاهدينا، أضافت المصادر أن القوات في الجيش والمقاومة استولت على أسلحة وذخائر كبيرة. إذن مشاهدينا، نواجه هناك مشكلة في الاتصالات مع ضيوفنا وأيضا تحديدا القائم بأعمال محافظة شبوة. إذن يبدو أن القائم بأعمال محافظة شبوة السيد علي بن راشد صار معنا. مساء الخير. مساء النور. أستاذ علي، بعد السيطرة على عسيلان ومن ثم بيحان، هل يمكن القول أن شبوة تم تحريرها كليا من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ الحقيقة أن تطهير أهم المواقع في عسيلان أمس واليوم جزء كبير، لكن لا يعني أنها طهرت كلها. عاد مديرية بيحان، عاد مديرية بيحان أكبر مديرية في المديريات الغربية الشمالية. نعم، وتطهرت مديرية عين اليوم البارح في الليل واليوم
وحريب مديرية من المأرب الوا 26 والوا 19 والوا 21. نعم سيد علي، كيف وجدتم مديرية المحاور. نعم سيد علي، كيف وجدتم مديرية حريب وعسيلان بعد السيطرة عليها؟ يعني الجزء الكبير من عسيلان مش كله. نعم عاد فيه النقوب وصفتان طهر والحلو في مناطق وايدة عادة باقية، ولكن الأهم الأجزاء الرئيسية حيث مواقع الحوثيين الآن بدأت تنهار أمام قوات الشرعية والمقاومة. نعم إذن سيد علي، يعني هل بعض المقرات أو حقول النفط في منطقة في عسيلان هل تم تحريرها بالكامل من قبضة هذه الميليشيا؟ هذه ما سمحوا لهم القبائل التي عندهم مواقع النفط التي هي تحت سيطرة قبيلة بالحارث، من بداية الأمر لم يصلونها نهائيا إلى الآن. نعم سيادة سيد علي، تحدثت هناك أنباء عن وجود ألوية عسكرية مؤيدة للشرعية في بيحان، أين دور هذه الألوية من معركة التحرير؟ والله الألوية هذه تنابل للحين تقافل من ألوى 19 وألوى 21، هذه الألوية اللي موجودة الآن، أما ألوى سابق هذا أنت أول وانضم إلى الحوثيين. نعم خاصة في بيحان. السلطة المحلية في المحافظة هل شكلت لجنة لحصر الأضرار في هذه المديريات التي تم تحريرها؟ إلى الآن هذا ما تحررت كامل، وإنما المديريات اللي قد تحررت في رجال مستمر للحصر أول بأول، وهذه المديريات عندما تتحرر كامل بتشكلها لجان وبتحصرها إن شاء الله. نعم إذن تكرم بالبقاء معنا السيد علي بن راشد القائم بأعمال محافظ شبوة. سينضم إلينا الآن الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور أخي العزيز لك ولمشاهدي قناة سمقيس. أهلا بك سيادة العميد، ماذا تعني لكم معركة تحرير عسيلان وحريب وبيحان في محافظة شبوة؟ شكرا لك أخي الكريم. الحقيقة تمثل هذه المعركة تعتبر بالنسبة لنا كجيش وطني وكشرعية وحتى كمقاومة شعبية من أهم المعارك التي سيكون على ضوء نتائجها يعني تأثيرات كبيرة جدا على سير باقي المعارك سواء في صنعاء أو في تعز أو في غيرها. قطع خط الإمداد الرئيسي في هذه المنطقة سواء إلى منطقة البيضاء أو باتجاه الصحراء وباتجاه صعدة والجوف سيكون له تأثير كبير جدا. اليوم الأبطال يسطروا معركة هي غاية في الأهمية، والألوية التي موجودة هناك الحقيقة يعني أثبتت جدارة منقطعة النظير الحمد لله، يعني اللواء 19 اللواء 21 اللواء 26، وأيضا الإخوة في المقاومة الشعبية، وأنا دائما كنت أشيد بمقاومة شبوة بأن فيها أبطال لا يستهان بهم إطلاقا. نعم ما هي خطة قيادة الجيش الوطني بعد استكمال تحرير كامل مناطق محافظة شبوة؟ أولا الخطة الأولى أولا سيتم حفر هذه المجاميع ومنعها من التحرك باتجاه الجبهات الأخرى، سيتم أيضا يعني العمل على استتباب الأمن في هذه المناطق عن طريق الإخوة في السلطة المحلية ومساعدتهم، سيتم أيضا منع خطوط التهريب الأسلحة والدخان إلى جبهات الحوثيين الأخرى سواء في البيضاء أو في صروح أو في أي منطقة أخرى. هناك عدة فعاليات تتم بالنسبة للجيش، تتم في كل توقيت له في كل مرحلة لها أعمال محددة. نعم سيادة العميد، محافظة البيضاء المحاذية لمحافظة شبوة
لا زال هناك تواجد للميليشيا، بمعنى أن هل هذه قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة شبوة يعني هل عملت على خطة بعد عملية التحرير لمنع هذه الميليشيات من تشكيل أي خطر قادم على هذه المحافظة في الأيام القادمة؟ هو أنا لا أبيع سرا بأن أيضا خطة تحرير محافظة البيضاء أصبحت يعني على جدول التنفيذ إن شاء الله تعالى، وهناك ألوية ستتحرك بهذا الاتجاه وبإذن الله هي جاهزة، وسيتزامن هذا مع قطع خطوط الإمداد لهذه الميليشيا الانقلابية الموجودة في البيضاء وفي غيرها، ومن ثم المعركة هي شاملة سواء كانت في البيضاء في شبوة في تعز أو في محيط صنعاء وصعدة وعمران. نعم سيادة العميد تكرم بالبقاء معنا، نعود إلى ضيفنا القائم بأعمال محافظ شبوة السيد علي بن راشد. سيد علي، هناك من يقول أن السلطة المحلية لم تستطع تأمين المديريات المحررة في السابق ولم تحل الإشكاليات حتى الآن، على سبيل المثال مديرية عزان التي سقطت في أيادي تنظيم القاعدة، كيف ترد؟ والله يا أخي العزيز هذا ظروف المواقف والخداع القاعدة احتلوا محافظة حضرموت، وكانت منطلقة كبيرة من هناك، ومدير عزان قريب من حضرموت هذه له، والناس مشغولة بالحوثيين وعوانهم والعفاشيين، فإن شاء الله هذه تزال مهما كانت لا تشكل خطر كبير كما يشكل الحوثي وأصحابه. نعم، أين هو دور الألوية العسكرية في محافظة شبوة من تأمين هذه المديريات المحررة والمناطق التي تم استعادتها؟ يا أخي العزيز شبوة واسعة كبيرة جدا في المساحة وفي الأبعاد، طول المحافظة 450 كيلو، 550 كيلو. نعم. والعرض 430 كيلو. يعني تضاريس جبلية وصحراوية وبحرية. والقوة فيها تضيع. ونحن نعملها على المراكز المهمة زي أنابيب النفط وشركات النفط والمواقع المديريات، المراكز المديريات. لتأمين المواطن ومستحق ومطلب مطالبات المواطن وفي الطرقات. نعم. وتصير الأمور في المحافظة الآن أحسن من غيرها. نعم، ولكن يعني أنت تحدثت عن أن المدينة يعني متسعة بشكل كبير، يعني ما هي الحلول لضبط الأمن فيها بشكل كامل بعد عملية التحرير؟ والله هذه دروس مرت على الناس. دروس مرت كثير واضحة للناس، وإن شاء الله توضع خطط محكمة لضبط النظام والقوانين، وتكون دولة مدنية تتصرف بحق وحقوق المواطن وغيرها في الوطن. نعم، إذن القائم بأعمال محافظ محافظة شبوة السيد علي بن راشد كنت معنا عبر الهاتف من محافظة شبوة أو من عتق تحديدا، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الآخر العميد سمير الحاج. سيادة العميد، لماذا لا تكون البيضاء هي وجهتكم الثانية، خاصة وأنها تمثل خط إمداد جغرافي بين مأرب وشبوة؟ يعني نظريا ربما هذا الكلام صحيح، لكن عمليا نحن الآن ننظر إلى مسرح العمليات بشكل واسع، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومعهم طبعا إخواننا في التحالف على رأسهم المملكة العربية السعودية والإخوة في الإمارات، حقيقة مسرح العمليات واسع ولدينا مهام كثيرة يعني مربع من هذا المسرح، ومن ثم الأولوية دائما تخضع لأهمية ما يمكن أن نقوم بإنجازه. لدينا الآن معركة مفتوحة جدا في محافظة تعز، معنا أيضا معركة مفتوحة في البيضاء نفسها، معركة مفتوحة في شبوة، وأخيرا وهي ربما الحاسمة في الموضوع
الذي معركة صنعاء إضافة إلى معركة الساحل بشكل عام. نعم. بمنبر واسع سيجد أننا أمامنا يعني مسرح عمليات مفتوح وكبير، ومن ثم سنجعل أولويات للمخططين على الميدان لاتخاذ القرار المناسب للمنطقة التي يمكن أن نبدأ بها قبل الأخرى. نعم سيدة العميد، على الرغم من تحرير محافظة مركز المحافظة في شبوة والشريط الساحلي لها، إلا أن عملية التهريب ما تزال نشطة، وثمة تواجد لعناصر القاعدة في ثاني أكبر مديرية في هي مديرية عزان. لماذا لا يتم تعزيز المحافظة بقوات كفيلة لتأمينها كليا والحد من عمليات التهريب؟ طيب، أولا من حيث وجود الأفراد من القاعدة، طبعا نحن لازلنا نصر على أن هؤلاء الأفراد بسقوط ميليشيا الحوثي وصالح ربما تنتهي هذه الفزاعة، أو على الأقل تقدير ستصبح ضعيفة وهلامية ويمكن التخلص منها. أما بخصوص سواحل شبوة أو بشكل عام سواحل الجمهورية اليمنية، فهذه نحن نعترف بأننا نعاني منها كثيرا حتى ودول التحالف، وأنتم لا تنسوا أنه في كل فترة وفترة يتم القبض على سفينة، يتم السيطرة على ضرب مجموعة من القوارب، يتم يعني الساحل الشريط الساحلي كبير جدا يصل إلى أكثر من 3200 كيلومتر، ومن ثم يصبح الحصار الدقيق يعني أمر غاية في الصعوبة، لكننا نستطيع أن نؤكد بأننا قد يعني ربما سيطرنا على معظم هذا الشريط الساحلي، وأصبحت مقدار ما يتم تهريبه أقل بكثير مما كان قبل طبعا السيطرة على ميدي، والآن نحن باتجاه السيطرة على منفذ رئيسي لهذا التهريب وهو بير علي المتاخم. نعم. لطبعا مصفات الغاز في شبوة. نعم، إذن سيادة العميد الناطق باسم قوات الجيش الوطني كنت معنا عبر الهاتف من الرياضة، سيادة العميد سمير الحاج، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف قائد اللواء 21 ميكال عميد جحدل حنش، ومن عتق أيضا القائم بأعمال المحافظ علي بن راشد، وأيضا الشكر للناطق باسم قوات الجيش الوطني العميد سمير الحاج، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. إلى الملتقى، أترككم في رعاية الله.